حياكم الله من جديد. يوجد لدى بعضنا الكثير من العادات السيئة والخاطئة. التنمر يعتبر أحد هذه العادات والتي بتنا نلاحظها بشكل شبه يومي مع الأسف الشديد. إلى ذلك أطلق مجلس شؤون الأسرة التوعوية حملة مالك حق، والتي تستهدف حماية الطفل من التنمر ونشر الوعي المجتمعي حول التنمر لدى الأطفال. قبل الحديث في ونقاش هذا الموضوع، دعونا نتابع هذه المادة ثم نعود. التنمر مشكلة خطيرة تهدد أطفالنا، تترك آثار سلبية عدة عليهم، تبقى في ذاكرة كل طفل وتؤثر في صحته النفسية على المدى البعيد. وعالمياً 50% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عام أفادوا بتعرضهم للعنف من نظرائهم داخل المدرسة. فما هو التنمر؟ هو اعتداء متكرر على شخص آخر عمداً، جسدياً أو نفسياً، بهدف إظهار القوة على حساب شخص آخر. للتنمر عدة أنواع: التنمر اللفظي، والتنمر الجسدي، والتنمر الاجتماعي، وإتلاف الممتلكات، والتنمر العاطفي أو النفسي، والتنمر الإلكتروني الخطير جدا. ومن أبرز الأسباب التي تؤدي للتنمر التعرض لمشاهد العنف، ثم تدني احترام الذات وتعويض هذا الشعور من خلال سلوك التنمر، جذب انتباه الآخرين كذلك، وأخيرا التفكك الأسري لمن تعرضوا للإساءة والعنف. ويمكن إيقاف التنمر من خلال تعاملنا الواعي مع أطفالنا باستماعنا لهم وتشجيعنا لهم على الحديث عن أي مضايقة، وأن نظهر تجاوب مع ما يشعرون به، وألا نلومهم حتى لو كان تصرفهم غير صحيح. ذلك سيمنحنا المعلومات التي ستضمن حمايتهم. تأثير التنمر ليس لحظيا، بل هو متراكم وطويل المدى، وذلك قد يؤدي إلى عواقب جسيمة. ولذلك نقول لمن يمارس هذا السلوك: مالك حق. شكرا للزملاء لهذا التقرير. اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي في الاستوديو: الاستاذه سيما الخريف، عضو لجنه الطفوله بمجلس شؤون الاسره، والاستاذ هذال سليمان، عضو اللجنه الاستشاريه للطفوله. حياكم الله معنا وشكرا لقبول الدعوه. الله يحييك. الله يحييك، شكرا لدعوتنا. لعل ابدا من عندك استاذ هذال اذا سمحت لي. اول شيء خلينا نتكلم عن التنمر. وش نقصد بالتنمر؟ التنمر هو طال عمرك سلوك متكرر يهدف بالحق ضرر لفرد أو مجموعة معينة من قبل فرد أو مجموعة معينة. جيد. أستاذة سيما، هل هناك أنواع للتنمر؟ نعم، في هناك تنمر اللفظي، والتنمر الجنسي، والتنمر الجسدي، والتنمر الاجتماعي. فهناك كثير من أنواع التنمر، وهذه الأنواع في الغالب اللي موجودة، وش أكثر بيئة تتكاثر فيها؟ التنمر هي مشكلة مجتمعية، سواء كان، وهناك تنمر إلكتروني أيضا، سواء كان يعني الإلكتروني يكثر في الآن، يمكن في الفترة الحالية، فترة بالذات فترة كورونا، صح، زادت أعداد التنمر الإلكتروني. التنمر اللفظي هو تنمر اللي هو إنه دائما نعرفه، اللي هو ما بين أحد يسيء الأحد بكلمة أو يسبه بأي شيء يكون عارف عنه من أول، فيكون هذا تنمر لفظي. فالتنمر يمكن البيئة اللي تخلق تنمر هي بيئة فيها تنمر من أول، أو فيها عنف، أو فيها إساءة من الأول. فهي نتيجة لبيئة قائمة. نعم. اعتادت التنمر كسلوك واعتبرته من ضمن البيئة الآمنة للطفل. نعم، ومن الجدير بالذكر أن التنمر ليس سلوك، هو سلوك يكتسبه الطفل من بيئته، وليس سلوك، وليس طبع أو فطرة يولد به الطفل. إذن هو شيء مكتسب. نعم. الدرجة الأولى. نعم. يأخذه من أقرانه واللي حوله، يأخذه من أقرانه. أي. يأخذه من مجتمعه، يأخذه. نعم. من بيئته، من أسرته، من أي نموذج موجود عنده في حوالينا الطفل. أنا بروح لهذال لأني بسأله. هذال، إحنا تعودنا يمكن بالحياة عندنا، أو حتى ضمن نطاق أسرتك أو عائلتك أو قبيلتك،
دائما يتنمرون عليك يقولك خلى عشان يصير رجل، خلى عشان يتعود، خلى عشان يكسى. وشلون احنا نحمي اطفالنا اليوم ونحمي ابنائنا من هالحاله اللي موجوده اذا كانت بالفعل حاله اجتماعيه زي ما قالت سالسينا؟ في البدايه على الاسره الوعي بمخاطر التنمر. كذلك الاسره للاسف يعني مثل ما ذكرت بعض الاحيان يكون اصلا التنمر صادر من الاسره نفسها بالمقارنه او باطلاق بعض الالفاظ. انت عندك ابن، علشان يكون الابنك مهيئ لاستقبال مثل هذا التنمر ومثل هالقضايا لابد انك توعيه ولابد انك تقوي شخصيته من طبعا اشراكه في الانشطه الرياضيه او الثقافيه او ما الى ذلك. وفي اثار سلبيه ممكن تمر على الطفل من هالتنمر؟ نعم، قد يصبح الطفل المتنمر عليه متنمر في المستقبل بسبب الضغوطات ورده الفعل. بس هذا الاثار اللي احنا نتوقعها انه ينتقل من شخص طبيعي يعيش حياته بشكل طبيعي لشخص متنمر، ولا في اثار نفسيه تمتد لابعد من هالشيء؟ طبعا في اثار نفسيه، التدني مستوى الدراسي لدى الطفل، كذلك عدم الرغبه بالمشاركه في الانشطه الاجتماعيه، التدني في مستوى ثقه النفس لدى الطفل. ممكن اضيف هنا ان الاثار السلبيه اللي على الطفل المتنمر او المتنمر عليه تمتد في الطفل على المدى البعيد، يعني حتى اذا كبر ما ينسون التنمر اللي طرأ لهم، حتى اذا يعني يقولون ابد بيكبر وينسى، ما ينسى التنمر، يمتد الى المدى البعيد حتى في اعمار كبيره يتذكرون ما. يعني وش اللي يبقى في النفس من التنمر عند الاشخاص؟ لان التنمر هو يستهدف شيء في هذا الشخص يمكن هذا الشخص لا يرغبه فيه. مثل ايش؟ مثل يتنمرون هذا الشخص بدين، هذا الشخص قصير، هذا الشخص يلبس نظارات غيره، وبعدين في اللي اكبر واكبر واكبر. فيستهدفون هذا الشخص، يتنمرون عليه، زي ممكن يقولون له انت سمين انت سمين انت سمين، سواء بالكلام، وبعدين يزداد التنمر، فالشخص فعلا يحس ان هذه الصفه هي صفه سيئه، واحيانا يعني صفه ما يكون له ذنب فيها. جي، كلميني عن حمله مالك حق. حمله مالك حق، حمله مالك حق هي ظهرت من أذهان أطفالنا، أطفال اللجنة الاستشارية للطفولة. ودعني بس أعطيك نبذة عن اللجنة الاستشارية للطفولة. هي لجنة نشأت من لجنة الطفولة في 2019. تم إنشاء لجنة مكونة من 18 طفل ذكور وإناث ما بين 11 سنة إلى 17 سنة، وهدفهم الأساسي هو مناقشة قضايا الطفولة. فمن ضمن القضايا اللي ناقشناها مع أطفالنا، أطفال اللجنة الاستشارية، كانت قضية التنمر. فقررنا أننا نطلق حملة للتوعية بالتنمر وسميناها مالك حق. هذه الحملة تستهدف من؟ هذه الحملة تستهدف الأسر والأطفال وكذلك المجتمع المهتم بقضايا الطفل. ونطاقها الجغرافي محدود بمدن ولا لكل المملكة موجهة؟ موجهة لكل المملكة العربية السعودية، للجميع. طيب أستاذ سيما، أنا بصراحة ودي أطرح سؤال مهم. وإحنا دائما نتكلم عن التنمر، طرحنا يمكن هذا الموضوع في أهلالي أكثر من مرة، واستضفنا حالات يعني متنمر عليها بشكل كبير، وهالشيء أثر عليهم. يعني أنا أذكر إحدى الحالات اللي كانت موجودة معنا كان يفكر بالانتحار نتيجة التنمر والحالة اللي وصل لها. حقيقة السؤال لازال مطروح، وأنا يعني لازلت أعلق الجرس هذا من فترة طويلة. أليس من المفترض أن يكون لكل أسرة أخصائي اجتماعي أو أخصائية اجتماعية، سواء عبر المدارس أو حتى عبر مراكز متخصصة، يكونون موجودين متى ما احتجنا إليهم؟ في جزء كبير من عملية التنمر واستمرارها ومرتبط بالوعي لدى الأسر. صحيح. أو انخفاض هذا الوعي بشكل كبير، رؤيتهم أنه أطفال بزارين ويتزاعلون ما عليك منهم اتركهم. أوكي، متى نصل لهذه المرحلة أننا نشوف الأب أو الأم
قادرين انهم يروحون مع اخصائي ويتكلمون معهم مع براحتهم، او الطفل نفسه في مدرسته، في النادي، في اي مكان، متى سيكون هناك الزام لوجود اخصائيين اجتماعيين يستمعون للاطفال؟ والله احنا نتمنى وجود اخصائيين اجتماعيين في المجتمع، في المدارس. المرشد الطلابي له دور كبير في المدارس، لكن المرشد مو باخصائي، المرشد تربوي يدرس بس مناهج تربويه ما لها حتى علاقه، انه ما هو عارف كيف يتعامل مع الحالات هذه. بس المفروض انه مستقبلا يصير فعلا يبدا يشوف العلامات الحمراء على الاطفال. من اللي ان عنده ممكن ان نشوف، سواء كان انخفاض في تحصيل دراسي، بدا الطفل بالانعزال، هذا عنده مشكله. الاطفال بداوا يتنمرون عليه بسبب شيء معين، هنا دور الاخصائيين النفسيين. انا معك واتمنى ان الاخصائيين يصيرون اقوى، لكن يمكن اللي انا اتمناه اكثر، وهذه هدف حملتنا اللي هي تهدف اولياء الامور والاسر، ان نبغى نوعي اولياء الامور والاسر باثر التنمر على الطفل على المدى البعيد. من حق الطفل انه يعيش بكرامه، ويعيش في بيئه، في مجتمع خالي من تنمر او اي ايذاء. فاحنا نبي نوعي الاسره، وطبعا على قولهم اللي ما يعرف الصقر يشويه، اذا الاسر ما عرفوا وشو التنمر وما راح يفهمون ان اللي قاعد يحصل لطفلهم تنمر. جيد. هذال رساله مالك حق في الحمله هذه تحاولون توصلونها لمن؟ للاسره وللطفل ولكذلك الشخص المتفرج. كلهم ما لهم حق انهم يسكتون عن هذا الشيء. للاسف مثل ما ذكرت لك، بعض الاحيان يكون التنمر موجه من قبل الاسره بلوم الطفل. ويعني على سبيل المثال، لنفترض ان الان عندنا اسره، تمام، وعندهم طفل. غالبا لو تلاحظ اخوي جمال، انه ليش ما تصيرين زي بنت خالتك فلانه؟ ليش ما تصير زي ولد عمك فلان؟ ليش ما تصير مقارنه؟ فهذا الشيء يعني ياثر على الطفل ويقتل شخصيته. طبعا احنا كل شخص مننا في هذه الدنيا وجد لرساله معينه يقدمها ويرحل. ما في احد مننا يشبه الاخر. احنا طبعا مساندين للاخرين، وكل شخص يعزز الاخر، لكن ما في احد يشبه الاخر. لازم تعرفون هالشيء. طبعا الاسره لازم تكون واعيه بهالشيء. وش تقول للمتنمرين؟ الحقيقه ما لهم حق، لان الشيء هذا يترك اثر على الطفل كذلك، ويأثر على صحته النفسية. هم ممكن يجدون بهذا الشيء قوة، لكن أنا أعتبره ضعف. لما أنك تستغل قوتك اتجاه شخص معين، هذا ضعف ولا هي قوة أبدا. صحيح. رسالة أخيرة يعني لهذه الحملة تودين ذكرى أستاذ سيمة قبل الختام؟ فقط بس بعقب على ما ذكره هذال، ان مالك حق، هي فعلا مالك حق. احنا الاسم هو للمتنمر والمتنمر عليه. مالك حق تتنمر على غيرك وتعرضه للاساءه، مالك حق انك انت تسمح لغيرك انه هو يعرضك للاساءه ويضايقك. فهي المسمى للاثنين. يمكن احب كلمه اخيره اوجهها للاسر، أن افتحوا أبوابكم لأطفالكم، وعوا أطفالكم بقضية التنمر وكيفية التعامل مع المتنمر. كونوا قريبين من أبنائكم، كونوا أنتم خير داعم لأبنائكم، أشعروهم بالأمان، والله يحفظ إن شاء الله أبنائنا وأبناء الجميع. آمين. إن شاء الله. آمين. جهود جبارة حقيقة. مدشور الأسرة كان له دور كبير جدا خلال الفترات الماضية منذ إنشائها وحتى اليوم. صرنا نشوف حملات توعوية أكثر تجاه تربية الأبناء وحقوقهم، بحيث أن نضمن اليوم بيئة آمنة وسليمة لكل هؤلاء الأطفال. شكرا جزيلا لكم الأستاذة سيمة الخريف، عضو لجنة الطفولة مجلس شؤون الأسرة، الأستاذ هذال سليمان، عضو اللجنة الاستشارية للطفولة. الرسالة مهمة جدا، نتمنى أن تصل لكل أب ولكل أم اليوم، خصوصا التنمر الإلكتروني، ما يجري خلف الأبواب. من المهم أن تقفون وتستمعون لأبنائكم، راح تتفاجئون باللي قاعد يحصل. فاصل ونعود.